طبعا إذا خلينا نعم سوزان إن شاء الله ندخل في فقرتنا الأخيرة، وتكون طبعا هي مسك الختام مشاهدينا، هي فقرة من النت. في هذه الفقرة اليوم راح نتوقف على أفكار لتقديم السلطة للضيوف، وطبعا خصوصا يعني في فترة العيد والسفرة، خصوصا السفرة العراقية والعربية تكون هي عامرة بالأطباق الشعبية وأيضا بعض من أطباق الحلويات وما شاكل. لكن يعني السلطة لها فد ميزات خاصة، ويمكن هي اللي تعبر عن لمسة انه ربة البيت. طبعا اذا نعم، توافقيني. الطبق الرئيسي هو مهم، ولكن اللي يجمله الأطباق اللي موجودة وياه. نعم خلينا نشوف بعض الصور اللي جهزها لنا المخرج عن تقديمنا للسلطات، وشلون نقدر نهتم بإدخال هذه الألوان اللطيفة والجميلة على المائدة اللي تكون زاهية بها. يعني شوف ايش قد نعم ما تحضر طبق رئيسي مهم لا يخلو ولا يجمله إلا هذه السلطات اللي ممكن راح تكون موجودة في المائدة. صحيح، اللون يعني الأخضر، اللون نعم الأحمر والأصفر من أشهى الألوان نعم ومن أجمل الألوان. صحيح. طبعا سوزان، خصوصا انه الصيف سبحان الله يعني بيه كثير من الفواكه صحيح والخضار، يمكن هذا يتفد متسع على ربة البيت انه تبدع في صحيح اطباق السلطة، وبنفس الوقت لها فوائد صحية كثيرة. يعني نعم، اذا نشوف انه الصور اللي اعطانا اياها طبعا مخرجنا هذه حتى تشجع اعتقد تتميز. الاطفال انه صحيح يتناولوها. ممكن انه يرفض فاكهه معينه لوحدها، لكن لما نتخليها مع مجموعه فواكه ممكن راح يتقبلها. انا برايي سوزان انه حتى تغير المزاج، يعني صحيح، انه يدخل يعني الشخص حسينا بالانتعاش من مجرد الصوره. بالضبط، يعني مبين انه حتى الاجواء العيد يعني خصوصا انه على صحيح السفرة، وبنفس الوقت مثل ما ذكرتي انه تنطفد يعني شهية للاطفال اللي صحيح طبعا ما يتقبلون بعض من الفواكه او الخضار، فاقدر انه بصورة غير مباشرة احضرهم اياه بسلطة انه الفواكه او الخضار. نعم لكن تبقى اكو فد ميزة خاصة يعني للضيوف، اكيد يعني لازم انه نعتني بالاطباق المقدمه لهم، نعم ومثل ما ذكرت يمكن انه اللمسات لربة البيت اللي تتركها على اطباق السلطات تعكس ثقافته وتعكس حتى ذوقها. صحيح، وربة المنزل لازم تهتم بمسألة إدخال الألوان. يعني ممكن البعض يركز على اللون الأخضر هي ما منتبهة، لكن إنه نشوف الألوان الزاهية اللي لاحظناها قبل قليل. صحيح، فأنا إذا عندي مثلا مناسبة أو عندي فد شيء أريد أضيف الألوان، فأركز على الألوان القوية اللي هي مثلا الفراولة اللي اللون الأحمر راح أدخله بشكل جدا قوي. أيضا الأناناس اللي لاحظناه اللي هو اللون الأخضر ولكن بحلة جديدة وبجمال جديد وبشكل جديد. أيضا مسألة تقطيعها بهذا الشكل اللي لاحظناه قبل قليل راح يضفي جماليه، يفرق عن انه انت تقدمين الكيوة على شكل هو يعني ما مقطعته او ما مقسمته، فممكن تسويه على شكل مكعبات او على اشكال دائريه، بقى انت شلون تريدين تقدمين هذا الطبق. الاواني ايضا راح تساهم بهذا الموضوع، يعني لما نتقدميها الان لاحظنا استخدامهم لاواني مختلفه، صحيح. الشفافه ممكن تراويش العمق للسلطه، وبالعكس مرات تحضر ربه المنزل يعني اكلات مثل السلطه هذه تخليها بالوان معتمه، يعني انت عدمتيها للالوان بهذا الموضوع باعتبار هي ما راح تبرز. فالكؤوس والاهتمام بالتقديم يعني بالاواني واختيارها ايضا جدا مهم. اكيد، لكن نحب انه نلفت انتباه طبعا ربه البيت سوزان الى مساله كلش مهمه، احنا بالفعل نأيد ونحث انفسنا واكيد الأخوات رباس البيوت على الاهتمام بأطباق السلطات للضيوف من خلال طبعا الألوان، لأن قلنا مثل يعني أكيد يمكن تغير المزاج وألفت فيتامينات وأمور صحية جدا جميلة، لكن بنفس الوقت أنه تقدر توازن بالطعام أو المذاق لهذه السلطة، صحيح كل الأمور الحامضة مثلا أو مع اللي صحيح تكون طبعا أحسنتي تكون بها جميلة. فد سكريات معينة. نعم، أكو بعضهم نعم يضيفون بعض السلطات الفواكه اللي يستخدموها يضيفون عصير برتقال، اعتقد هذه واحده من الطرق حتى تروح الحموضه من بعض الفواكه، ولكن هي اعتقد بنفس الوقت ما اعرف بعد كل واحد البعض بطريقه انه قد يكون تقديمه ما يتقبلها. ممكن يحاول يحتفظ بكل فاكهه بطعمها الخاص فيها. بالفعل ان شاء الله احنا اعطيناكم مشاهدينا الاكارم بعض الافكار، وبقت انتم وطريقه تقديمكم لهذه الاطباق، وان شاء الله بها الصحه والعافيه. في الختام نقول العطاء دون طلب من اعظم الامور، والمحبه دون مقابل هي من أروع أنواع الحب التي ممكن أن نقدمها للآخرين.